بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. إذا دائما مع شرح برنامج السين كانون، سنتعلم في هذا الفيديو كيفية رسم بيان دالة شحن مكثفة، وكذلك العوامل المؤثرة على مثلا زمن الشحن بتغيير قيمة المقاومة. إذا سنبدأ مع البيان الأول، حيث سنقوم برسم البيان الخاص بمكثفة سعتها 15.5 ميكرو فارد مربوطة إلى ناقل أومي مقاومته 1000 أوم. عند حساب الطو الذي يساوي RC سنجد أنه يساوي 0.155 ثانية. مقلوب طو أي 1 على RC يساوي 64.52 ثانية أس ناقص 1. إذا لدينا الدارة مغذاة بمولد قوته المحركة الكهربائية 12 فولت. إذا يولي سي التوتر بين طرفين المكثفين يساوي 12 في 1 ناقص أسية ت على ناقص واحد أو ناقص ت على RC. إذا واحد على RC قمنا بحسابه الذي هو واحد على طو 64.52. إذا سنقوم بإعداد المحاور باختيار السلم التالي، حيث سنختار السلم 1 سنتيمتر يقابل 1.5 فولت على محور التراتب، وعلى محور الفواصل 1 سنتيمتر يقابل 0.01 ثانية. حيث اخترنا هذا الخيار بسبب أن زمن شحن مثلا لدينا تقريبا هو 5 طو أي 0.07. إذا حتى نتحصل على هذا الخيار يمكن اختيار السلم التالي 0.01 يقابله 1 سنتيمتر. إذا نفتح البرنامج ونقوم بإعدادات المحاور. لدينا على المحور لدينا لا نختار هذا الخيار. على المحور X قلنا لدينا الزمن، إذا بالنسبة للوحدة هنا 0.01 نضع هنا 12 كما وضعنا سابقا، وبالنسبة للتسمية هنا لدينا الزمن بين قوسين بالثانية ونغلق القوس. بالنسبة للمحور Y لدينا التوتر، إذا 1.5 أخذنا 1.5 فولت لكل 1 سنتيمتر ونضع هنا 1 سنتيمتر لإزاحة المعالم إلى الجانب الأيسر. بالنسبة للإسم هنا اسم المحور لدينا هو التوتر، إذا يوليسي قوس ونقوم بكتابة الفولت، إذا بي، إذا هنا نضع حرف كبير وهنا حرف صغير فقط، إذا بهذا الشكل، إذا أوكي، إذا تحصل على المعلم التالي. إذا نقوم الآن بإدراج الدالة، الدالة التي سنقوم بإدراجها هي هذه 12. وبالنسبة لي نفتح قوس 1 ناقص إكسبونونسيال، نكتب هذه الكتابة وهذه العبارة، نفتح قوس ناقص 64.52 في إكس، حيث البرنامج يتعرف على المبرمج على إكس، وحنا لدينا إكس هي الزمن. نضع الشرط بما أن الزمن لا يكون سالب، نضع الشرط التالي أن إكس أكبر أو يساوي الصفر. إذا سنكتب هذا هنا، إذا نختار الخيار الثاني هذا لإدراج الدالة. في الخانة الأولى نكتب الدالة لدينا 12، نفتح قوس 1 ناقص إكسبونونسيال، نكتبها من الكلافي أو مباشرة من هنا من الأسفل، ونفتح قوس، إذا ناقص 64.52 في أي نجمة تي، أو نضع عفوا هنا إكس، البرنامج لا يعرف تي، ونغلق القوس. نترك فراغ ونفتح قوس، نضع الشرط الآن أن إكس أكبر أو يساوي، نضع أكبر من لوحة المفاتيح أو يساوي، نضع علامة تساوي صفر ونغلق القوس. إذا يمكن اختيار سمك البيان، يظهر هنا السمك وحتى اللون تاعها، راح نختار مثلا هذا اللون الأزرق ونلاحظ البيان. إذا هناك خطأ، نعم لم أقم بوضع القوس الثاني هنا، نضع قوس الذي يغلق القوس الأول. إذا نلاحظ الآن، إذا تحصل على البيان بالشكل التالي. إذا يمكن رسم كذلك المستقيم الخاص بالتوتر بين طرفي المولد، يوليسي يساوي إلى أو يساوي 12 فولت مباشرة من هنا. إذا نختار الدالة الثانية ونضع هنا 12 فولت، ونضع خيار هنا أو شرط اللي هو إكس دائما أكبر أو يساوي الصفر.
ونغلق القوس. يمكن اختيار لون معين لهذا المستقيم، مثلا يكون هذا، والعرض كذلك أو السمك. نختار مثلا بخط متقطع ونلاحظ نتحصل على المستقيم هذا الخاص بالتوتر بطرفي المولد أو القيمة التي تصل إليها المكثفة عند شحنها، أي التوتر بين طرفها بعد عملية الشحن. إذن يمكن كذلك رسم المماس عند اللحظة تساوي الصفر من نفس الخيار، نضغط هنا ونختار Outer Option، نختار مثلا النقطة الأولى فرضا فاصلتها الصفر، ونطلب من البرنامج رسم المماس عند هذه النقطة. نختار مثلا اللون للمماس يكون هذا اللون الأخضر مثلا، ونلاحظ إذا تحصل على المماس عند اللحظة تساوي الصفر. كذلك يمكن مثلا إضافة إحداثيات أي نقطة نريدها، مثلا 12 أو أي نقطة. مثلا لدينا هنا الطوء وجدناه اللي هو 0.0155، يمكن إدراج الفاصلة والترتيب الخاصة بهذه النقطة. اختار نفس الخيار السابق هنا، وبالنسبة للدالة هذه راهي مفعلة Outer Option. نختار نقطة ثانية هنا ونعطيه الفاصلة مثلا 0.0155، ونطلب منه رسم الإحداثيات نتاعها. إذا نضع مثلا هذا اللون ونلاحظ، إذا لاحظ أن أعطانا الإحداثيات تاع هذه النقطة التي عند إسقاطها نجد مباشرة أنها تمثل الطوء. إذا يمكن كذلك إدراج أو يمكن ملاحظة العوامل المؤثرة على زمن الشحن بإدراج أو بتغيير قيمة المقاومة. إذا عند تغيير قيمة المقاومة سنجد أن الطوء يتغير، يمكن حساب في كل مرة طوء. مثلا أنا وضعت هنا من أجل المقاومة 2000 ثم 2500، إذا نحسب طو ونقوم بالتعويض أو 1 على طو، سنجد بالنسبة للأولى 32.25، بالنسبة للثانية سنجد مثلا من أجل 2500 أوم نجد 25.8. إذا سنقوم برسم هذه الدوال في نفس المعلم السابق أي هنا. إذا سنختار هذا الخيار من جديد ونضع الدوال هنا. مثلا سأقوم يمكن هنا عمل نسخ ولصق مباشرة. إذا هنا نسخ ونقوم باللصق، ونغير فقط هنا في القيمة. لدينا القيمة الأولى اللي هي 32.25 التي تحصلنا عليها بحساب طول جديد، أي لدينا 15.5 ميكرو فارد مضروبة في 2000 أوم. إذا يمكن إعدادات الخاصة بالبيان هذا، مثلا السمك نتاعه، ونختار مثلا هذا اللون الأحمر الخاص به. إذا نضع أوكي، إذا نلاحظ البيان بهذا الشكل. يمكن كذلك وضع المماس لهذا البيان، فقط هنا نفعل، نضع هنا نضغط بالكلابي هنا على الخانة هذه ونختار Outer Option، نختار النقطة مثلا عند اللحظة الصفر. ماذا نريد؟ نريد قلب الماس. يمكن اختيار لون للماس في هذه كذلك، وليكون هذا اللون الأزرق. إذا ونلاحظ تحصلنا على الماس عند اللحظة تساوي الصفر بالنسبة للبيان هذا اللي باللون الأحمر، أي من أجل مقاومة 2000 أو. ندرج البيان الثاني أو الثالث الخاص بنفس الطريقة الخاص بالمقاومة 2500. وجدنا أن 1 على طو يساوي في هذه الحالة 25.8. إذا نضع هنا 25.8، ويمكن هنا اختيار السمك كما فعلنا سابقا، سمك البيان واللون الخاص به ليكون هذا اللون مثلا، ونلاحظ البيان. إذا هو البيان تحصلنا عليه، كل البيانات تؤول إلى نفس القيمة، دلالة على أن زمن الشحن يتعلق
قيمة المقاومة، كل ما زادت المقاومة يزيد زمن الشحن. يمكن كذلك إجراء نفس الفكرة مع تغيير سعة المكثفة. يمكن هنا بالنسبة للبيان هذا كذلك إدراج فاعل هذا الخيار وندرج الماس عند اللحظة تساوي الصفر بهذا الشكل، اختار هذا الخيار وهذا اللون ونلاحظ إذن الماس الخاص بالبيان رقم 3. يمكن إدراج أسماء لكل بيان مثلا من خلال هذا الخيار هنا مثلا، R1 يمكن نقله بهذا الشكل مثلا، هذا من أجل المقاومة الأولى. يمكن تغيير سمك الخط كذلك وحتى اللون الخاص به ممكن جعله أزرق كالبيان، وبنفس الطريقة نقوم بإدراج مثلا R2 ونضعها هنا، وكذلك بالنسبة للبيان رقم 3 R3 ونقوم بإدراجها في هذا المكان. يمكن كذلك إضافة عنوان للبيان وغيرها ونسخ البيان بالتلقى من هذا الخيار مثل كوبيته ونضع نذهب إلى مثلا ملف وورد أو رسام أو غيرها ونضغط على كوبي، نتحصل على البيان التالي. إذا أتمنى أن يستفيد الجميع، شكرا لكم على المتابعة.